السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في آخر أخبار الوداد الرياضي. قبل البداية ما تنساش التفاعل بالإعجاب وخلي واحد الكومنتير معاك، وما تنساش أنك تشترك في القناة باش توصل بكاع الفيديوهات الجديدة ديالنا. بلا ما نطولوا بزاف، يلا نمشيو مباشرة للتفاصيل ديال هذا الفيديو. بعد ما فشل الوداد الرياضي بقيادة فوزي البنزرتي بتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفتح الرياضي، بحيث أنه كان رابح بواحد لزيرو، ولكن بريمونتادا رجع الفتح وربح بجوج لواحد البارح الأربعاء. أكد موقع الكرة أن إدارة الوداد الرياضي استدعات البنزرتي للاجتماع لشرح أسباب الخسارة ضد الفتح، وبالرغم من استجابة الإدارة الودادية لكل مطالب البنزرتي واستقدام مواطنها رضوان الفالحي كمدرب مساعد، بالإضافة لضم 8 لاعبين في الميركاتو اللي فات، إلا أن الفريق باقي ما رجعش للسكة الصحيحة. البنزرتي قاد فريق الوداد الرياضي في 7 المباريات في الدوري المغربي، قدر أنه يحقق فوز وحيد و3 الهزائم و3 التعادلات. أوكي، يحتل الوداد الرياضي دابا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي ب 25 نقطة. أوكي، يعاني الوداد كذلك على المستوى القاري، بحيث أنه هو الأخر في مجموعته ب3 نقاط، وباقي جوج المباريات فقط، وخاص الوداد يربحهم بجوج ويتسنى بعض الحسابات باش يتأهل الدور الموالي. المباراة اللي انهزم فيها فريق الوداد الرياضي ضد الفتح الرياضي البارح الأربعاء عرفات غياب فوزي البنزرتي على دكة البدلاء ديال الوداد بسبب عقوبة الإيقاف اللي طبقات عليه وخلاته يتابع المباراة من المدرجات. وقاد الماتش المدرب المساعد فالحي، وكان إبراهيم النقاش هو المدرب المساعد ديالو. وقدر فريق الوداد الرياضي أنه يسيطر على مجريات اللقاء، خصوصا في الشوط الأول بعد ما كان الوداد هو الفريق الأكثر استحواذ على الكرة، ولكن الفتح الرياضي رجع للخلف واعتمد على الهجمات المرتدة. الوداد قدر أنه يسجل الهدف الأول من ضربة جزاء سددها اللاعب بدر قادرين بطريقة ولا أروع، وغادي يرجع الفتح الرياضي باش يتعادل مع الوداد في الشوط الثاني من ركلة جزاء كذلك. وفي آخر دقيقة من الوقت البدل الضائع قدر كذلك فريق الفتح الرياضي أنه يماركي واحد هدف قاتل على الوداد وانتصر بهذه النتيجة ديال 2-1. قال المدرب المساعد رضوان فالحي على هذه الهزيمة هذه: النتيجة والشوط الثاني كان دون المطلوب، لقد خضنا الشوط الأول بشكل محترم وسجلنا وأخذنا فيه الأسبقية، سجل علينا الهدف في الشوط الثاني بسبب قلة التركيز وكلفنا خسارة 3 نقاط، أعتقد أننا لا نستحق الخسارة وأقل شيء كان التعادل، ارتكبنا أخطاء قاتلة واللاعبين الجدد لم يدخلوا بعد في المجموعة خاصة مستوى الآلية، ونأسف للجماهير على هذه الهزيمة. أعلن فريق سوتشي الروسي نهار الخميس تعاقده رسميا مع اللاعب يحيى عطية الله من فريق الوداد الرياضي في صفقة انتقال حر. وقدم الفريق الروسي يحيى عطية الله بالقميص اللي كيحمل الرقم 25 في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي للفريق. فريق سوتشي الروسي حط صورة للاعب يحيى عطية الله وكتب عليها: يحيى عطية الله لاعب سوتشي الجديد، سيلعب لاعب كرة القدم البالغ من العمر 28 سنة مع فريقنا مرتديا الرقم 25. وودع اللاعب يحيى عطية الله الجمهور ومكونات فريق الوداد الرياضي بالقول: مر الوقت وانطوت السنوات بحلوها ومرها وضعفها وقوتها، وكان الهدف هدفا واحدا وهو تحقيق الفوز مع الوداد، الوداد الرياضي الذي احتضنني ومنحني ثقة، وأنا بدوري لم أبخل عليه بشيء يمكنني فعله، قدمت كل ما بجعبتي لتحقيق النجاح لهذا الكيان، ولن أكون زاحدا للعرفان، فالإنجازات التي حققتها مع الوداد، البطولة الوطنية والتشامبيونز ليج، والاستدعاء للمنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم، وبلوغ نصف النهائي، كل الفضل في تحقيقها يرجع للدعم بين صفوف العائلة من جمهور داعم ولاعبين ومدربين وتقنيين، لهذا أتقدم بالشكر الحار لجميع كوادر الفريق الطبية والتقنية وكل المتداخلين من قريب أو بعيد، كما أقدم الشكر الجزيل للجمهور الذي كان داعما ومساندا دائما لي ومحفزا للتشجيع والمواصلة للعمل. لن أنسى الفترة التي عشتها بالوداد بذكرياتها الخالدة ما حييت، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح.
قال عبد الصادق مرشد رئيس الوداد الرياضي لفرع كرة السلة وعضو بالمكتب المسير للوداد أن عبد اللطيف مقداد رئيس الرجاء الرياضي لفرع كرة السلة دخل على خط قرار السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء المتعلق بهدم قاعة مغطاة خاصة بفريق الوداد، وقدم عرض رجاوي للفريق الأحمر لاستغلال قاعة فريق الرجاء الرياضي بدرب السلطان من أجل استقبال مبارياته بالإضافة لخوض الحصص التدريبية. وما زال قرار السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء المتمثل في هدم القاعة المغطاة لفريق الوداد الرياضي يثير الكثير من الجدل والنقاش إلى حدود الساعة. غادي يواجه فريق الوداد الرياضي نهار الحد جاي فريق شباب المحمدية برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية، وغتعرف هذه المواجهة هذه عودة فوز البنزرتي لدكة البدلاء بعد ما غاب على الماتش ديال الأربع ضد الفتح الرياضي بسبب عقوبة الإيقاف حيث كان شد الحمراء في الماتش اللي قبل. الماتش بين فريق الوداد الرياضي وشباب المحمدية غيتلعب كما قلنا نهار الحد جاي مع استاد العشية. أكدت بعض التقارير الصحفية أن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي قرر عقد الجمع العام حتى لنهاية هذا الموسم، وانتظار داكشي اللي غيوقع في قضية متابعة سعيد الناصري. تقارير الصحفية قالت أن هناك مطالب من المنخرطين بعقد جمع عام للفريق، إلا أن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي برئاسة سعيد الناصري بصفته نائب الرئيس كيشوف أن الظرفية الحالية ما كتسمحش للفريق بعقد جمع عام واختيار رئيس جديد لبزاف د الاسباب، من بينها ان سعيد الناصري مازال هو رئيس الوداد الرياضي مادام مازال ما تبتات عليه الادانه في القضيه اللي كيتابع فيها، وانه يمكن اتخاذ اي قرار او اجراء في الوقت الراهن الى غايه اصدار حكم نهائي في هذه القضيه. نفس المصدر قال ان البرناكي قام بتدبير المرحله الحاليه من خلال العمل على تسديد ديون وابرام صفقات وترميم البيت الاحمر، وبالتالي وجب الإبقاء على المكتب المسير الحالي حتى نهاية الموسم، وأن عقد جمع عام انتخابي في الظروف الحالية يقدر يربك الفريق الأحمر لكي يلعب على أكثر من واجهة. وقالت مصادر أن كاين دعوة من أجل تثبيت البرناكي رئيس الوداد الرياضي، في حين أن هناك بعض الأسماء الأخرى بغات ترشح لرئاسة الوداد وتنتظر عقد الجمع العام القادم. هادشي اللي كاين في اخر اخبار فريق الوداد الرياضي اليوم والبارح. في الاخر باش دعمنا لتقديم المزيد ودائما الجديد فقط اشترك في القناه ودعمنا باش نوصلوا ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. ما تنساش كذلك تفاعل مع القناه ودعمنا ماديا بانتساب للقناه او من زر تشكرات. هادشي اللي كاين اليوم، تهلا في راسك، نتلاقاو في فيديو جديد.